على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو 28 دقيقة مواصلين معكم في 6-9 مع الكابتن خالد حسني، نزار الشعري ومجدولين الشارني وقيت نحلو الدوسي. حل الدوسي. في حل الدوسي اليوم نرجع على كارثة غرق مركب حراقة قرقنة، ثم جديد، تم انتشال جثث أخرين وفتح بحث تحقيقي في طواطئ أمنيين والبحث متواصل على منظم الرحلة. نذكروا فقط شنو اللي صار في الحادثة هذه اللي اهتز لها الرأي العام التونسي على بوك. حل الدوسي لليوم باش نرجعوا بالتاريخ لنهار لحد 3 جوان 2018 ونذكروا ب 89 حلمة وفات قبل ما تبدا، 89 روح امنوا انه سبل الامل اتقطعت في تونس وراو في ارض اوروبا جنة النعيم. اليوم نحلوا دوسي ليلة الموت وكيفاش تحولت حرقة عادية الى فاجعة وطن. حكاية دوسي اليوم بدات وقت اعلنت وسائل الاعلام خبر غرق مركب صيد في قرقنة هز معاه مهاجرين غير شرعيين توانسة وافارقة. الخبر يقول انه الوحدات العايمة للحرس الوطني انتشلت 10 جثث وتم نقلهم قسم الطب الشرعي في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. الخبر حتى لتوا رغم بشاعته مازال في اذهان التوانسه خبر عادي، حتى يفيقوا التوانسه نهار الاثنين 4 جوان 2018 على خبر ارتفاع الضحايا ل 48 48 شاب من جابس وبن عروس ومدنين وتطاوين وغيرها من الولايات والاعمار وجنسيات حتى ماهيش تونسيه ما قالها باش يكون الدفن بلا هويه. الارقام ترتفع والخبر ينتشر، الشيء اللي يستدعي اجتماع امني في دار الضيافه يشرف عليه رئيس الحكومة بحضور وزير الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية. الفيسبوك يتحول المحكمة شعبية تحمل الدولة المسؤولية ورئيس الحكومة يتنقل بدوره لولاية صفاقس ويجتمع بالقيادات الأمنية ويعلن فتح تحقيق رسمي في إطار تفقدية وزارة الداخلية بعد ما راجت أخبار على توطؤ أمني في رحلات الهجرة السرية. بدورها الجهات القضائية في صفاقس تأذن بفتح تحقيق للتعرف على ملابسات ليلة الموت وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المنظمين. واليوم زعما وين وصل للتحقيق؟ هل ثبت التواطؤ الأمني أم لا؟ وهل تم تحميل المسؤوليات وإيقاف منظمي الرحلة وإلا الملف مشى في طي النسيان؟ جوستومون تساؤلات كبيرة منذ الفاجعة هذه، هذاك علاش زميلنا علي عرعود اتصل بمرادة تركيا ناطق الرسمي باسم حاكم صفاقس وجاب لنا جديد. بالنسبة للوقائع المتعلقة بالقضية اللي تو تحديثها لجوان 2018 كان ضحيتها تقريبا 89 شخص ومن المهاجرين الغير نظاميين، واللي جدت احداثها في منطقه قرقنة تابعة لولايه صفاقس. فانه كانت نشهد قضيه تحقيقيه كل من استطاع ان تكشف عنه الابحاث من اجل ارتكاب جريمه المشاركه في وفاق يهدف الى ارتكاب جريمه مغادره الطرق في بحر خلطه والناجمي عنه الموت. وكان الأبحاث في منذ انطلاقها شملت العديد من الأطراف وبلغت عدد المضمون فيه 42 شخص. إن هؤلاء الأشخاص المضمون فيه هم حاليا محل نظر من طرف جهاز الاتهام بمحكمة نيابة صفاقس بعد ختم الأبحاث سيد قاضي التحقيق، وينتظر أن يقع النظر في الملف معناها قريبا في حالات تبع لذلك على الأدلة الجنائية لمواصلة النظر فيه وذلك بعقد المحاكمة اللازمة في الغرب. بالنسبة للجلسات التقاضي في نفس القضايا الحالة ونفس القضايا التحقيقية هي عدم تستغل اثنان عديد من الجلسات. نحن نعرف مثلا في القضايا دوما معناها ننطلق ديما من وقائع هي أشخاص معناها توقفوا في ونقاوا في عرض البحر باش انت تكشف يقع الكشف عن المنظم، وقد يكون المنظم من ضمن الناس اللي هما قضوا في هذه العمليه. فنعود نرجع ديما للاتصالات الهاتفيه اللي تمت ويقع معنا حتى البحث حتى من خلال ما يرد من معلومات من اطراف معينه حول هذه الوقائع دوما المخبرين. هذا كله يستوجب معناها مجهود معناها كبير ومجهود معناها في جمع المعلومات والتدقيق فيها، ولذلك معناها نقاو حتى القضايا التحقيقيه هي تتاح حيز زمني بغايه استيفاء الاجراءات منها حتى عرضها القيس نضيف الوثائق المتعلقه بسوابق الاشخاص وهوياتهم بكل تدقيق. وهذا طبعا كما قلت لك يتطلب بعض الوقت.
الأمر يطلب بعض الوقت تقريبا 3 سنوات على القضية هذه، ويمكن أكثر الجمل اللي توجعنا بها نزار ونذكره قضية ليلة الموت ومركب الغرق أثارت جدل كبير في الرأي العام التونسي كلها، تزينالها كتونسة في كامل تراب الجمهورية. يقول لك اللي منع، يقول لك أنا ميت في بلادي ولا ميت في البحر كيف كيف، الأمر استوى عندي. ذكرنا لوعة الأهالي وقتها كيفاش في سبيطارات، خاصة الحبيب بورقيبة بصفاقس، الهادي شاكر بصفاقس، كيفاش يستناو في الجثث متاع أبنائهم. ثم حتى اللي حالات وقتها توجع القلب وتدمي القلب، وهذا هو جديد في المسألة هذه. كمان البحث يثبت على ما يبدو، أو تم فتح بحث تحقيقي في طواطئ أمنيين، والبحث مازال متواصل إلى حد اللحظة على منظم الرحلة، بتشوف العملية شائكة وشائكة جدا. هو على كل حال أنا أعتقد أنه مهيش حكاية معزولة. إحنا لليوم نسمع كل أسبوع عدد من الرحلات هذه اللي قاعدة تمشي. اليوم هذا إذا دل على شيء فهو يدل على أنه وضعية الشباب في تونس تمشي وتولي كارثية أكثر فأكثر. بلادنا لا تعيشك، لا تخليك تعيش على روحك. فأنا أعتقد أنه مثماش علاش اليوم نحن أمنيين ولا حرسنا الوطني ولا جنودنا ولا جيش البحر يمنع الناس هذو من الخروج. يزينا من الخدمة متاع الجندرمي متاع السود، نفهم انه طلين ولا الفرنسيس يحميوا في الحدود حدود متاعهم، اما انه امنيين وجنودنا هم اللي يمنعوا اولادنا من اجتياز البحر خلصة والخروج، انا مش نكون راديكالي. الشباب التونسي يما تلقالوا حل باش يعيش، يما تخليه يمشي يدبر راسه. واسف علاش اسف؟ خاطر ممكن سي با كوريكت بوليتيكمون، ما يلفو لو دير كوريكت بوليتيكمون. حلو ياسر، هذه هي الوضعية. هذه الوضعية وضعية يعني أنت اليوم كيف تمشي تشوف مثلا في بعض الولايات قرى كاملة ما عادش فيها ذكور تحت 35 سنة، على خاطر أغلبهم خرج ولا هج ولا دبر راسه وحرق. نتذكروا حادثة أكثر من هذية متاع سوق لحد، 70 واحد من نفس المكان مشاو في نفس البتول كلهم توفاوا. هذية حوادث كيما هكا ما تنجم تخلينا إلا نخمو ونعيد التفكير في السيستم. السيستم الكل غلط، السيستم الكل غلط. الشباب اليوم يا أما نلقاو له حل، يا أما نوفروا له حلول، يا أما نفكروا معاه في حل، يا أما خليه يدبر راسه. إيه ما يدبرش راسه زادة باش يمشي يرمي روحه بالطريقة هذي كنزار. هذي اختيار، معناها أي اختيار أما ما يمشيش راهي رحلة موت. يعني كي تمشي تعرف ثم بتدخل واحد بورسون يوصل 1% يوصل، الأخرين يأكلوا من الحوت. يا نزار مش صحيح الكلام اللي كنت تقول فيه. هو افهم نفسية، وممكن سيدة الوزيرة تحكي لك على الوضعية. اليوم انت شباب متاع عندك 120 ألف حالة متاع انقطاع مبكر على الدراسة كل عام، وما هو مش لاقين حلول. عندك أماكن اللي لثم ترفيه، لثم سبور، لثم ثقافة، لثم كيفاش يعيش، ما ثم حتى شيء. اليوم سمحني، يا أما نتحملوا مسؤوليتنا الوطنية الكل مع سياسينا وأحزابنا وإعلامنا وجمعياتنا و و و، يا أما بكل شجاعة ونقول راهو ثم غلط وهات نقعدوا مع بعضنا وهات نلقاو حل الغلط هذا، ولا خليهم يدبروا. جو سوي توت اف داكور افيك توا، اللي الغلط موجود، الاراده ما هيش موجوده في انه نلقاو المقاربه السليمه نحلوا لهم مشاكلهم. اما الحل زاده ما يمشيش انك ترمي روحك كيما العائله اللي شفناها ديرنيغمون. عائله كامله فيهم زوز معاقين، زوز اطفال معاقين، حتى ليه احنا خايفين عليهم؟ مش على كنيزات، دور الدوله، خليه دور الدوله تلقى لهم، دور الدوله ما قاش حل الروحة بصدق حل المواطنين. لا تلقى لهم حل المواطنين. لا والله شو مسؤولين من الدولة المواطنين هذوما. بعيد عن بعيد عن اللغة الخشبية والشعبوية، قولوا الحق. وانا مع نزار، اذا انتوما عجزتوا على الحل والجندارم دول مترني وبياخذوا فلوس من كذا، وتوا ايطاليا في حاجتها باليد العاملة. انا يا اخوي كما قلت انت انهم احياء اموات فقدوا الامل. واختم في نوفوي سبيسيال، جاو للواحد مشاو عملوا، قالوا انت في الشقف هذا مش تمشي بيه لاوروبا، انت ما تخافش باش تغرق، قالوا تيتانيك غرق. مجولي شو هو بالنسبه للقضيه هذه اللي كنشوفوا اليوم أباغ المجله الجزائيه اللي فما يعني تهم الامنيين تعتاتا وعسكريين بمجله المرافعات والعقوبات العسكريه بمجله التاديبيه والجزائيه البحريه، نقولوا راي المقاربه الردعيه راهي ماهيش كافية. والهجرة اليوم، الهجرة غير الشرعية والهجرة السرية موضوع سافيت ديزاني كونتخيت
كي نحكي بالأم معناها نقصد راه كل سواء حكومة أو مجتمع مدني خاطرها راهي مسؤولية نتاع التوانسة كلها. اليوم يلزم مقاربة أشمل لأن راه مش كان البطال اللي يحرق، راهي فما عباد حرقت عندها أراضي نتاعها عندها ديارها، راهو هذا اللي يلزمنا نفهموه كونه اليوم ولات فما ثقافة في بلادك ما تعطيك حتى شيء وأحرق شنو تعمل لهنا. كي تشوف أنت واحد عمره 14 سنة ولا 12 سنة يحرق سامحوني شنو شاف حياته 12 سنة باش يحرق. دونك عندنا لنا مشكل اللي هو احنا ديجا بدينا فيه معناها وإن شاء الله تكمل معنا الحكومة هذه تنظيم الهجرة كل سواء عملناها مع الاتحاد الأوروبي اللي اليوم كيفاش تولي الهجرة متاعك منظمة توفير اليد العاملة تكون فما اتفاقيات قوة علاقات دبلوماسية قوة علاقات دبلوماسية قوة ريزوتاج للدولة التونسية. لكن سامحوني راه الهجرة السرية راه مش كان في تونس راه راهو سي تان فينومين في عدة بلدان معناها ما نجموش نقولوا احنا علاش نقعدوا نحكي عليه في اشاك فوا معناها كي تشوف النومغ هكا هذه تقريبا صحيح ماهيش الحادثة الأولى لكن الحادثة اللي قعدت في الأذهان وهي الأكبر على الإطلاق على مستوى عدد اللي ماتوا واللي فقدوا فيها 83 جثة كمان نحكيوا عليهم نذكر اللي فقط عدد الموقوفين في القضية هذه بلغ إلى حد اللحظة 42 والجلسات قريب جلسات المحاكمة بتاعهم عن قريب. الكلمة لقسم الأخبار 8:31 دقيقة ثم يجيكم الفلاش سبور لكن توت سويت مع سلمى هلال.